بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم عزيزي. لازلنا مع الفود شامبيون اللي شغال في السعوديه. ده مش انتقالات، ده احنا شغالين فود شامبيونز هناك في السعوديه، وده بتاع باكجات والشغل ده. تعال نتكلم عن اخبار انتقال نيمار للهلال السعودي. نيمار يا اسطى، ما هم كانوا بيفاوضوا ميسي وكانوا واصلين لمراحل متقدمه مع ميسي، وخورخ ميسي ابوه، يعني ايه يعني المشكله ما يتفاوض مع نيمار؟ بالعكس، ده فكره ان هو يعوض فشل التعاقد مع ميسي بنيمار حاجه عاديه جدا. خلي بالك الهلال تم ربط اسمه بان هو بيفاوض نيمار. نيمار اللي لما مؤاخذه يعني باريس سان جيرمان عمال يقول له امشي امشي امشي، انا مش عايزك يا ابني، امشي امشي يا حبيبي، احنا خلاص زهقنا منك، وزهقنا من اصاباتك، وزهقنا من خناقاتك، وزهقنا من حواراتك. ولا مؤاخذه يعني سربوا عنوان بيته لجماهير باريس سان جيرمان الغضبانه منه، عشان جمهور باريس سان جيرمان يروح قدام بيته ويقول له امشي امشي يا نيمار، يا نيمار امشي يا حبيبي. ولكن نيمار عنده مشكله كبيره جدا في فكره ان هو يلعب في اوروبا، لان طبعا في اوروبا معروف عنه ان السمعه الزباله، والله سمعه نيمار ان هو مؤاخذه يعني بيتصاب كتير، وان هو مؤاخذه يعني موضوع ان هو بيعمل عيد ميلاد اخته كل يوم. فالجو ده بالنسبه للانديه الاوروبيه مشكل مشاكل كبيره جدا بالنسبه له في التعاقد مع نيمار. ده طبعا ابوه، وفكره ان اللي مؤاخذه يعني ابوه ياخد كام في الصفقه، وليله كبيره قوي في موضوع نيمار. فكل الانديه الاوروبيه تقول لك يا عم مش ناقص وجع دماغ، مش ناقص وجع قلب، نيمار ده تجربه فاشله مع باريس سان جيرمان سيبه. فالانديه السعوديه قالت لك نجيبه، تعالى يا باشا، تعالى حبيبي، تعالى كده، تعالى جنب اخواتك مودريتش، تعالى جنب اخواتك كريستيانو رونالدو، تعالى جنب كريم بنزيما، الحياه حلوه هنا في السعوديه، تعالى تعالى. هم هناك بيضربوك بالجزمه، احنا هنا نشيلك على راسنا، تعالى يا نيمو، تعالى حبيبي، تعالى تعالى الهلال يا بابا. طبعا صحيفه الوهم قالت لك ان مسؤولين الهلال قطعوا شوط في المفاوضات مع نيمار، وفي ناس قالت لك لا ده عرض رسمي بالنسبه لمسؤولين باريس سان جيرمان في محاوله للتخلص من نيمار، جالهم العرض من جانب الهلال السعودي. فالهلال السعودي هو النادي اللي انت ممكن تشوف ان هو ده البديل المثالي اللي ممكن ينقذ نيمار، لان نيمار الفتره الاخيره احنا خلاص سمعنا ان هو عايز يمشي، واداره باريس عايزاه يمشي. ولكن المشكله ان مفيش حد في اوروبا كلها بص لنيمار على محمل الجديه في التعاقد معاه، الا طبعا انديه كلاس بي، ودي هيكون فيها مشكله بالنسبه لنيمار في الفلوس. فاعتقد ان نيمار بما انه لاعب بيعشق الماديات، اعتقد ان هو قادم، وان هو هيشيل الشنطه وهيطلع على السعوديه يخلص هناك مع الهلال السعودي، ونبقى بدينا مرحله الفوت شامبيونز بالنسبه للهلال. لان انا متوقع ان الهلال هيخش يعمل ماركاتو، هيعلم الانديه كلها يعني ايه صرف، ويعني ايه تجيب صفقات بجد. لان لما مؤاخذه يعني هم كانوا بيدوروا على بديل قوي لاسم كبير زي ليونيل ميسي، ما لقوش حد في السوق، فقال لك لمؤاخذه يعني ماله نيمار، حلو نيمار هاته. نيمار لسه 31 سنه، ولو جه ولعب كره في السعوديه هيفرق كتير في الشكل بتاع فريق الهلال ككوره وكدعايه. اسم كبير نيمار على فكره، مهما اختلفت معاه في اوروبا ومهما اختلفت معاه في باريس، لكن نيمار اسم كبير جدا. غير ان نيمار في المنطقه العربيه لسه الناس بتحتفظ بالفيديوهات اللي هي مهارات نيمار، اجمل مهارات نيمار، الحاجات اللي احنا كنا بندور عليها واحنا لسه صغيرين دي، اللي هو شاهد مهارات نيمار، ترقيصه نيمار، كانت زمان بيعمل الحاجات دي قبل اعياد ميلاد اخته. فان شاء الله باذن الله لو جه السعوديه يبطل اعياد ميلاد. انما بقى لو حصلت معجزه وفي فرقه في اوروبا بصت لنيمار بنظره عطف ونظره شفقه، ف دي ممكن تعطل انتقاله للهلال السعودي. ولكني اتمنى ان نيمار يروح الهلال بصراحه، في ظل الفوت شامبيونز اللي شغال في السعوديه، او في ظل الماستر ليج اللي شغال في السعوديه. هي دي الحكايه بقى عزيزي. تتوقع ان نيمار يروح الهلال السعودي، والهلال السعودي يغري نيمار وابوه بعقد لا يمكن رفضه؟ انا اتوقعها بصراحه قوي. انت بقى مش متوقعها، فرايك محترم يا صاحبي، وهي دي الحكايه. وطبعا احنا خلاص بقينا كل يوم او كل ساعتين بنغطي اخبار الدوري السعودي. ليه؟ ما بقاش في حاجه مثيره حاليا في السوق غير اخبار الدوري السعودي، دي حقيقه والله يا ابني.